لم نتوانى خلال هذه الفترة عن تكثيف الجهود لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله ووضع حد لتبديد المال العام، فضلا عن النتائج المرضية المحققة في سبيل استرجاع الأموال المنهوبة. على سبيل الذكر لا الحصر، لقد استرجعنا من ممتلكات وعقار ووحدات صناعية ما يفوق 30 مليار دولار. أما الأموال المهربة إلى الخارج فلا زلنا باتصال مع الدول الأوروبية وأبدوا استعدادهم لمساعدتنا لاسترجاع أموال الشعب التي هربت إلى بلدانهم.